أهلا بكم في هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد وفيها زميلة ليال بموسى تتابع في ملف الأبنية الآيدة للسقوط في مدينة طرابلس. زميل هادي الأمين يوثق مخالفات قوى الأمن الداخلي لقانون حماية الشخصيات ويفتح ملف الخطوط الرباعية في جهاز أمن الدولة. وفي الحلقة أيضا القبض على الدولار الجمركي عشية خروج ألمانيا من كأس العالم مونديال التهرب الجمركي. هذه وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد. كلمتنا كلمة. العمود نزل عشان رجعت برا أربع مليون خمس مليون هون بنروح. وقعت الثانية صرنا نفزع. لا لا ما فينا نخلي ابدا نحن ما فينا نخلي ابدا ما عم نام يعني من وقت الحقيقه ما عم نام هون في شباك ما فينا نقدر ندق في شيء لانه بدل ما عملت هيك بيوقع الحيط كليته علينا يعني بيجي الدوله بتعذب فينا بيجي النواب بيعذبوا فينا لا اكثر ولا اقل قدر الله ما شاء فعل هذا يسقط حكم الفاسد ومعه سنتابع جملة من الملفات التي كنا قد أثرناها في الحلقة الماضية. في الزميل هادي الأمين في الفقرة الثانية راح يتابع في ملف التلزيمات أو التنفيعات أو الزبائنية الأمنية سموها ما شئتم التي تصل إلى حدود الخطوط الرباعية. صارت عندنا مستوى جديد من الزبائنية الأمنية. الخطوط الرباعية تتوزع بما في ذلك على المساجين صدق أو لا تصدق. بس قبل ما نوصل لهذا المحل وقبل ما نفتح ملف مونديال التهرب الجمركي في مطار رفيق الحريري الدولي خليني بلش مع زميل ليال أبو موسى بين الموضوع يلي ما أخذ حقه الحلقة الماضية لمدينة أصلا مش أخذ حقه من التغطية الإعلامية واللي هي مدينة طرابلس اللي يمكن أو يصح لنا أن نصفها بأنها مدينة منكوبة بسبب الإهمال التي تتعرض له. ونحن هون ما عم ندعي أننا عم نتناول كل الجزئيات ليال عم نتناول جزئية الأبنية المهددة بالسقوط في مدينة طرابلس. تفضلي. صحيح. مساء الخير رياض لألك وللمشاهدين. يعني طبعا طرابلس ما أخذت حقها تنمويا مثل كتير مناطق، ولكن يعني كان في غياب تام من قبل الدولة داخل هذه المنطقة يلي بتضم رؤساء حكومات أشخاص يعني استفادوا كتير من خزينة الدولة اللبنانية ومن موارد هذه الدولة اللبنانية. وللأسف لما كانوا عم بيقولوا للناس تحملوا معنا رياض، أنا بأكد لك يعني لا الرئيس نجيب ميقاتي ولا أي حدا من الرؤساء يلي هن بطرابلس أو النواب أو الوزراء زاروا يوما ما هذه المدينة والأحياء يلي نحن زرناها، لأنه ما بظن كانوا بيحكوا نفس الحكي. خلينا نبلش هذه الحلقة من تقرير تذكير بالملف، لأنه مش أول مرة فتحنا الملف لما صار في عنا الكارثة أخيرا، عم بحكي لأنه قبل مواسم مفتوح هذا الملف، الكارثة اللي صارت بمدرسة الأمريكان. كان في حلقة عن ملف الأبنية، خلينا نرجع نشوف هذا التقرير قبل بداية الغوص داخل الأحياء في طرابلس ونبرم على الأبنية. Thank you.
ضحايا انهيار المباني يتزايد في لبنان، وكان لطرابلس الحصة الأكبر في الموت خلال الأشهر الماضية. ففي حزيران الماضي انهار مبنى مؤلف من 3 طبقات في منطقة ظهر المغر، ما أدى إلى مقتل الطفلة جمانة كيدو وسقوط عدد من الجرحى، إضافة إلى مأساة ثانوية القبة الثانية الرسمية التي ذهبت ضحيتها التلميذة ماجي محمود، كما أصيب عدد من الطلاب بجروح بالغة. المباني المهددة بالانهيار تقسم بين سكنية وأثرية وتعليمية، وتصل إلى أكثر من 1000 في عاصمة الشمال طرابلس. وزارة التربية وفي حلقة سابقة من يسقط حكم الفاسد أكدت أن هناك عدداً كبيراً من المدارس بحاجة إلى الترميم، ولم تنكر رئيسة قسم الهندسة في وزارة التربية الفوضى في السنوات الماضية في إدارة القطاع، خصوصاً بعد إلغاء الوحدة الهندسية في عهد الوزير السابق لياس بو صعب. كان في وحدة الهندسة اللي سيو نحلوا بال2014، كان في مهندسين بعتوا على البيت المهندسين، نحلت الوحدة، ما بس لانا تنستلم اكتشفنا انه فكين العزل وعاملين قصص، ومش هيك وجهنا كتاب انه بالنهاية في اموال، هيدي اموال هدر، اموال عامة يعني. صح، وهون بتكفي الواحد ينتبه، مفروض ايه بس يا سيدة مايا انا ما عم بفهم، مفروض يكون في تنسيق. ايه بس يا سيدة مايا انا هون في شيء ما عم بفهم، وانا بفهم يعني بقدر استوعب انه يكون في مصدرين تمويل يصبوا بنفس المدرسة، بس جهتين يكونوا عم بيشتغلوا على المدرسة بالترميم شويس، يعني بتعكس على انه ما في تنسيق كليا. ما بدك تشوف اي طابق ملزمة، بدك هي مش مفروض هيدا الشيء يصير، مش مفروض. نحن عادة بنمنع انه يكون 2 متعهدين عم بيفوتوا على نفس المبنى، او يكون في اشغال عم بتصير بنفس الوقت. وبعد الإنذار الإنساني الذي أطلقناه في البرنامج فيما يتعلق بواقع مبنى مدرسة سليمان البستاني الرسمية الخطير على سلامة التلاميذ، وبعد مراسلة أمين سر محافظة جبل لبنان الشمالي بالتكليف إيمان الرافعي، اتخذ وزير التربية عباس الحلبي قرار الإخلاء. مدرسة سليمان البستاني، هذه المدرسة يلي فريق العمل راح على طرابلس صورها كارثة. يعني أنا بسمح لحالي فيها طلاب، أنا بسمح لحالي أطلب على الهوى مباشرة هذا الظرف المأساوي، ما بدنا إياه يتكرر. فلهيك عم نعلي الصوت ومنتمنى هيدي المدرسة، وزير التربية عم بيسمعنا، نتمنى هيدي المدرسة تلقائيا ما بقى في حدا يفوت عليها، يعني لا أساتذة ولا تلاميذة ولا أهالي، يعني يكونوا عم بيعرضوا حياتهم للخطر. المدارس من مسؤولية وزارة التربية، ولكن من المسؤول عن الأبنية السكنية والأثرية؟ وإلى متى ستبقى السلامة العامة غائبة عن ضمير السلطة السياسية؟ طيب هو يعني هلأ ليال احنا رح نرجع نحكي عن موضوع الأبنية، بس خلينا نتابع مع التقرير اللي يعني إذا بدك المدارس المهددة. صحيح، كنا أشرنا لألون سابقاً، بس هلأ بالتفصيل لأنه حرام ما أخذ حقه الموضوع هذيك المرة. طبعاً يعني من بعد ما صارت الكارثة بمدرسة الأمريكان وفي ضحية، يعني قلنا لحتى ما تتكرر الضحايا، لأنه مش أول ضحية كانت بتسقط هذه الطالبة الرحمة لروحها، ولكن ما لازم كمان ما يتحاسب يلي كان السبب بهذا الموضوع. فلهيك نحن مكفيين بهذا الملف وما رح نوقف أبدا. منشوف أنه طلبت وزارة التربية من نقابة المهندسين تعمل تقرير وتنزل على الأرض تعمل كشف للمدارس بطرابلس، وحطت تقرير بالتحديد على مدارس معينة. خلينا نرجع نشوف هذا الموضوع، وبعد المدارس لليوم ما ترممت. لنشوف التقرير يلي صدر عن نقابة المهندسين في طرابلس، منشوف من عندي بداية هذا التقرير. عم نشوفه عم نشوفه على الهواء، أنا من عندي ما مبين. ايه هلا بلش يمشي من عندك التقرير. انا لازم يكون عم يمشي. ايه هلا المفروض مشي من عندنا. ايه مش الحال. اوكي مش الحال، عم نشوفه هلا. منشوف اول مدرسه اللي حكينا عنها ايضا بتقرير البدايه، هي مدرسه سليمان البستاني في القبه. منشوف تقرير نقابه المهندسين ومنوقف هون. اول مدرسه سليمان البستاني الرسميه للبنات القبه، وضعها كارثه
وواضح هذا الموضوع وضع كارثة. ثانوية طرابلس الرسمية للبنات ببساتين طرابلس أيضا، ثانوية طرابلس الرسمية للبنات بساتين طرابلس يجب ترميم الغرف والقرميد وسقف الملعب وأرضيته والسور. مدرسة ابن رشيد أيضا بالقبة البقار منشوف التقرير بأنه يجب ترميم الغرف والدرج والحمامات والتمديدات. مدرسة ابن سينا الرسمية للصبيان أيضا بالقبة الزيتون عم بينحكى عن ترميم الغرف، المختبر، جميع الواجهات، النوافذ. أبي فراس بجبل محسن منشوف أيضا عم نحكي عن بحاجة إلى ترميم بنسبة 80% ولا يجوز تشغيله قبل إجراء هذا الترميم. مدرسة العهد بالسويقة أيضا إنذار للترميم أعطى لإلا، ومدرسة القبة الجديدة أيضا انحكى فيها بالترميم لأنه في أيضا تكسير للفجوات من الرصاص ومعالجة النش وتسرب المياه. ومدرسة المستقبل أيضا بالسويقة يلي أعطيت إنذار بالإخلاء، ومدرسة الهدى الرسمية بمنطقة المهيترة. يعني كل هذه المدارس عم ينحكى بشكل واضح بالتقرير يلي عم يشوفوا يعني المشاهدين، تقرير نقابة المهندسين بالتفصيل بيحكي عن كل الأسباب يلي بتستدعي الترميم المباشر والفوري لهذه المدارس، وعدم يعني لأنه في تآكل للمبنى ولهيكل المبنى ما في يكفي التعليم فيها. هيدا واضح يعني قد ما أنا أفهم بالهندسة مش حأفهم قد ما قابت المهندسين. يعني نحن عم نحكي تقارير علمية أعطيت لوزارة التربية بهذا الخصوص. نزلنا على طرابلس رياض، لما نزلنا على طرابلس شفنا البلدية ورحنا معهم على الأرض وكنا سوا لما كانوا عم بيعطوا إنذار للمدارس. خلينا نشوف سوا هذا التقرير يلي بفرجي الإنذارات يلي كنا نحن شاهدين هي وعم تنعطى لبعض المدارس. أوكي. سكور ريبورت. لا سكور ريبورت صح، سكور ريبورت لو سمحتوا. انذار تدعيم وترميم. يعني هي هلا في بالهم التلاميذ بقلب المدرسه هلا بدهم يراجعوا، هن مهندس بيجيبوا مهندس مختص وعلى اثره هو اكيد بيفهم بهالوضع هذا وبيفسرهم اذا في خطوره ولا لا. لانه عم تقول لي هون مدرسه العهد بس مدرسه المستقبل عم مدرسه المستقبل مأنذرين بالاخلاء. صحيح صحيح، هذا الكلام من اسبوع اكثر من اسبوع بلغنيهم بالاخلاء، ما كان في حدا وكان معنا محضر مختار المحله وانذرنا. صحيح. لأنه في هون كمان واليوم المدرسة كمان طلعت تعطيت قالت أنه في 100 بنت تحت، 100 بنت يبغي تقلب البناية عليهم بس بسبب الأطفال. نحن رئيس المنطقة وهذا هن اللي قالوا لنا افتحوا 100% بس 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 انتو بس أنا هيدا آخر يوم هلأ شوف الكتاب اللي عاملينه أنه هيدا آخر يوم نحن ما بقى نحمل مسؤولية. هلأ هذا الكتاب انتو بتكون تحملوا يعني المسؤولية صرت بيحددكم صح؟ يعني انتو بتعتبروا المسؤولية شلنا شيء انشيلت على البلدي كونا بلختنيكم صح ولا لا؟ هاي ليال كانت الجولة على المدارس، بس الأمر يعني بطرابلس لا يقتصر على طبعا المدارس. احنا عرضنا بداية تقرير نقابة المهندسين عن كل هذه المدارس، وفي مدرسة تانية اللي هن مدرسة العهد والمستقبل كنا نحن شاهدين مع البلدية على تقديم الإنذارات لإلهم. وبالتالي هون في توضيح كتير مهم، مثلا مدرسة العهد ما طلبوا منا التسكير تماما والإخلاء المباشر، إنما في ترميم ووقت أولا بتكون جيبوا مهندس يتأكد إذا هذه المدرسة بدها إخلاء أو لا لازم تتحركوا فورا.
أما مدرسة المستقبل طلبوا منا الإخلاء فورا، وهي استجابت من بعد النهار اللي رحنا فيه، استجابت للتسكير من بعد ما استلمت القرار من وزارة التربية بهذا الموضوع. ولكن هون شو القصة؟ مثلا مدرسة المستقبل صار في تحرك بهذا الإطار من قبل المديرة والتعاون مع الوزارة ليلاقوا محل، ولكن هل المحل اللي لقيوه هل قد في توافر للشروط السلام العامة؟ يعني بتعرف انه مثل عم نلاقي خطة ولكن مش هي الخطة البديلة الجيدة جدا، بس انه في وضع هون هل قد مأساوي، تعالوا نظبط الموضوع قد ما فينا بالوضع الاقتصادي اساسا يلي موجود في البلد. بس مدرسة المستقبل وفي كتير مدارس بتعاني بنفس الموضوع ما عندها مشاكل هي كمدرسة، يعني مدرسة المستقبل هيكلها جيد، مبناها جيد، ما في عندها اي اشكالية. الاشكالية هي بالمباني اللي حواليها المهددة يلي فيها مثل ما شفنا باخر تقرير صورة هيدا الحيط يلي مكسور بالنص وهالقد خطير، ومنشوف انذار على الهواء مباشر هلأ، انذار بالاخلاء الفوري لمبنى بالقرب تماما من مدرسة المستقبل وفوقها، يعني عم نحكي قديه خطورة هذا الموضوع. مثلا مطلوب انه عبارة عن تداعي الاعمدة الداخلية وتصدع الجدران الداخلية والخارجية في جميع الطوابق، إضافة إلى التشققات في الأسقف والبلاكين والواجهات لجميع الطوابق في بيت الدرج، مما يشكل خطر انهيار ويهدد شاغليه والسلامة العامة. يعني هيدا الإنذار شو رياض؟ هيدا المبنى مهدد يوقع على المدرسة. بس هلأ هو ليال السؤال اللي بيطرح نفسه واللي ممكن أكون عم بيطرحه المشاهد في بيته، بهيك حالة مين بيتحمل مسؤولية؟ أوكي في هو أنا مسؤولية، عندي مسؤولية شخصية أنا كشخص بكون عندي المنزل أو البناية مفروض ترميمها، ومفروض هون البلدية تكون أو البلديات المتعاقبة تكون عم تشرف على هيدا الشيء. بس في حال هذا الشيء ما صار لاعتبارات كتير، ونحن عم نحكي عن مدينة مثل طرابلس أصلاً أوريدي عندها مشاكل خاصة، وطرابلس وغير طرابلس يعني هالمشاكل كتير موجودة بمناطق تانية. بهيك حالة وعكل حال حيكون معنا الأمين العام لهيئة العليا للغاسي اللواء محمد خير لنشوف صحيح. يعني شو ممكن ينعمل بهذا المجال. بس أنا يعني السؤال بيطرح نفسه بهيك حالة مين بده يعني لو واحد لمين بده يتوجه ويسأل انه شو بينعمل، ولا بننطر لتصير توقع الواقع وبعدين؟ لا هو بداية احنا بنعرف يعني عنا أزمة بالدولة رياض، انه في أكترية الأبنية حتى الأبنية الرسمية هي مستأجرة من أشخاص مواطنين، وهيدا الموضوع بالترميم بالقانون، الترميم هو على صاحب البيت، يعني أنا مستأجرة على المالك الترميم. أوكي. فهون هون بمحل في عنا المالك أولا، في وضع اقتصادي المالك مش قادر، البلدية مش قادرة، الهيئة عندك وزارة الأشغال، عندك الهيئة العليا للإغاثة، يعني بس الهيئة العليا للإغاثة أساسا هي لما تصير المصيبة بيركضوا على عندها لحتى هي تعوض. هون هذا دورة استباقي بيكون. فهي الفكرة كلها في مصاري هذا السؤال. نحن سألنا البلدية ورح نشوف هلأ خلال الحلقة جواب البلدية، جواب الهيئة العليا للإغاثة، رح يكون معنا اللواء، جواب أيضا المالكين يلي أصلا منهم قادرين أبدا يتكفلوا بهذا الموضوع والأوضاع الاقتصادية، ولا المستأجر ولا القاعد بالبيت لا قادر يصلح ولا قادر يفل يستأجر، وهيدي الأزمة الحقيقية. فنحن قدام كارثة، لما نقول كارثة وما تكون بعد حصلت، يعني مش رح ننطرها تتحصل لحتى يتم تحرك الدولة. أوكي. ما صار في أي تحرك حتى هذه اللحظة بموضوع المدارس، وزارة التربية عم تشتغل أكثر لأنه للأسف صار في مصيبة وخسرنا صبية بأول عمرها، فهيدي المصيبة خلت وزارة التربية إنها تشتغل سريعا، وخصوصي بعد ما أفرج عن المهندسين داخلها من بعد ما صار فيه، وفضحنا بالحلقة السابقة كيف تم تسكير يعني مبنى أو طابق المهندسين اللي كانت موجودة داخل وزارة التربية طبعا، واللي بعض جزء منها موجود داك الحال. بس أنه طبعا طيب بس منكمل، يعني بما أنه عم نحكي كنا عن المدارس، نشوف يعني الجامعة اللبنانية نفسها شو وضعها. كنا عرضنا هذا التحقيق بالتقرير بالحلقة الماضية، نرجع نعرضه هلأ لأنه الموضوع مهم خصوصا أنه صار في ردود عليه. صحيح. موضوع آخر يلي هو الجامعة اللبنانية كلية الحقوق راس مسقى، وهون عم ببقى أنا بنفس تقرير نقابة المهندسين يلي حكي عن المدارس يلي يجب ترميمها. منشوف الجامعة اللبنانية براس مسقى يلي هي كلية الحقوق والعلوم السياسية، من المؤسف أنه رغم مرور عام من المتابعة مع إدارة الكلية والجامعة إلى منبهين إلى خطورة المبنى الذي من الواضح بالصور المرفقة عدم سلامة الهيكل وتفككه وسقوط أجزاء منه، وفي الآونة الأخيرة بدأت الجسور تتفسخ والزجاج يتكسر، ونطالبهم بإخلائه فورا خوفا من حدوث كارثة كبيرة بطلاب الجامعة كما حدث بمدرسة الأمريكان، وما يزال الجهل والتجاهل هو الموقف الذي تتخذه الإدارة. هذا ما صدر
بالكتابة على لسان نقابة المهندسين ومضي من نقيب المهندسين بهاء حرب في الشمال. نحن عم نقرأ تقرير علمي. رح نشوف أيضا فيديو يلي بفرجي الصور هلأ على الهواء. الفيديو يلي بفرجي صور جماعة الحقوق لو سمحتوا، لحتى هول الصور كانت مرفقة بالتقرير، بتقرير يلي هون تماما عم نشوفه على الهواء. كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية براس مسا، المبنى فيه تشققات كبيرة، فيه فسخات خطرة، في قص أقسام عم تسقط على الناس، ولكن طبعا مش رح ينهار السقف اليوم، بس إذا ما بلشنا بالمعالجة حسب تقرير العمل من اللجنة المكلفة من الجامعة ومنا، إذا ما بلشنا المعالجة اليوم سنوصل إلى وقت بيصير فينا مثل ما صار بالمدرسة الأمريكية. أنا بتعرفي شو لفتني ليال؟ إنه مؤخراً كان في تصريح لأحد السياسيين إنه كان عم يحكي إنه إذا منصدق شو الأسماء مشان ما يأخذ الموضوع طابع شخصي يعني، بس إنه كان عم يحكي إنه نحن ما بدل ما نصدر بندورة وخيار منصدر مهندسين ومش عارف شو. هلأ بمعزل عن المقاربة كلياتها وهذه كلها خبرية إنه مش مهاجرين منتشرين ومش عارف شو، بمعزل عن هاي المقاربة كلها سوا يعني اللي مش ضابطة يعني، بس انه يا خي ما يعني تخيل انه طلابنا بيدرسوا بهيك ابنية يعني، انا ما بفهم. والسياسي اللي حكي مش بعيد عن منطقة الشمال، هو منطقة الشمال، هو مش عم بلومه، بس انا اللي عم بقوله انه بدل هذه الشعارات الفضفاضة تبع تصدير الادمغة واللي هو كان خطاب اثبت بانه لا جدوى منه، واستراتيجية اثبتت بانها عديمة، بس انه أقل الواجب اللي بيكون عم بيفكر بفكرة أنه نحن بدنا نصدر أدمغة لبرا، بأنه يكون مهتم بالمؤسسات الأكاديمية الرسمية مش بالدكاكين اللي بتفتح على حساب صحيح. المؤسسة أو الهيكل التربوي الرسمي في لبنان. يعني خذونا بحلمكم، ما لشي بالتصاريح اللي بتعطوها، أنه السياسة الحريص جدا على أنه يكون في عنا إنتاج إلى أدمغة، بدي يكون حريص على تقوية وتدعيم المدارس الرسمية في لبنان، لأنه نحن هلأ موجودين بوضع للأسف واحد إذا بده يعلم ولاده تعليم مثل الخلق مثل ما هي يعني بأغلب الاختصاصات مجبور يروح للقطاع الخاص والغالي كتير كمان، ومش كله لأنه في كتير تكاكين أيضا هلأ حتى الخاص. صار بعرف يعني، فيعني ما خذونا بحلمكم عموما ليال. تبقى الجامعة اللبنانية يعني، أنا خريجة جامعة لبنانية وما فيني أقول إلا أنه الجامعة اللبنانية بتبقى من الجامعات الجيدة رغم كتير شوائب موجودة فيها، بس من زمان مباني الجامعة اللبنانية مثل مبنى الحقوق بكلية بطرابلس بالقبة قبل ما ينقل على راس مسقى كمان كان في كتير مشاكل وكنا نحن نعاني منها يعني. فاليوم رئيس الجامعة بيقول ببيان لإله من بعد ما تم نشر هذا التحقيق، بيقول بأنه نقيب المهندسين ما بعرف ليش بدها هيدا التهويل كله سوا وهيدا الحكي، وما بعرف شو دواعيه لحتى يحكي هيك. هيدا المبنى مبنى الحقوق ما بده هاي العملية، ما رح ينهدم ولا شيء، إنما فقط في ترميم، عملية ترميم بسيطة. أنا هون ما بدي فوت بين رئيس جامعة وبين نقيب مهندسين، نحن نتابع ومنحكي حسب التقارير العلمية. إذا كان التقارير العلمية روحوا عملوا تقرير علمي جديد، إذا التقارير العلمية بتنافي وبتطلع غير تقرير نقيب المهندسين ونقابة المهندسين في الشمال، بالنهاية نحن مننبسط ومنرتاح لأنه منبطل خفانين على التلاميذ. نحن هدفنا السلامة العامة لا الطلاب بهذه الجامعة، ما هدفنا نفوت بين نقيب المهندسين ورئيس الجامعة أو بين عميد وإلى آخره، هدفنا فقط سلامة العامة. ومنتمنى ما يكون هالقد الوضع خطير مثل ما شفنا الصور يلي بتبرز أنه في وضع على القليل بحاجة للترميم فوراً.
يعني الوضع هيدا المشهد على القليل بحاجة للترميم فورا. منشوف هو انت يعني من بعد الجولة على المدارس وعلى الجامعة الرسمية رحت عملتي جولة على الأبنية بالشمال. صحيح. نحن طبعا بخلال الحلقة رح يكون نسمع لمداخلات مثل ما قلنا لأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير, لا بلدية طرابلس ولا أيضا نقابة المهندسين في الشمال, بس هلأ خلينا نتوقف مع الجولة يلي عملها فريق برنامج يسقط حكم الفاسد في طرابلس على الأبنية المهددة أو الآيلة للسقوط. أنا عندنا بيعبروا المدرسة تعمرت اعتبري بالستينات, تبقى المدرسة بدون أي صيانة بدون أي شيء تتوقع يعني. نحن عم نحكي ب 500 بيت, يعني عم نحكي ما يقل عن 2000 وطلوع عدد من الناس, عدد شو اسمه الضحايا قليل, بس ولكن نحن اذا بدنا نتركها لبعدين حيكون عدد ضحايا اكثر واكثر. صار عنا رعب, هلا عم بتطلع كمان البنايات عنا عم بتهرهر كلها, انه شو بدي لك كل الانايات بقلبه. حكينا قدامنا للبلدية إنه يجوا يشوفوا هالأناية, هيدي مية ملح بتهري الحديد, ما حدا رد علينا. أجوا عملوا وشيلوا وحطوا بس ما حدا ساوى شيء. عايشين فزع على كل يوم على هالفينيل بتخلص. كل يوم بتطلعي جابت لي نزلت عليك حجره من البرندة, جابت لي هالبنية نزلت على حجره على رص, هذيك مرات ابني نزلت على حجره نزلت على رص وكذا. العمود نزل, هني قالوا لكم لازم تفلوا. هلا بدنا نفل, هلا ما بدنا نروح, عشان البلد برا 4 مليون و5 مليون هون بدنا نروح. يعني هلا اجى بدنا نروح من هون, مين بده يعطينا اجار بيوت؟ مين بده يعطينا؟ كنا عم نتحمم, وقعت هيدي صلخة من هون حجرة على بنت ابني على كتفة, ورم كتفة, عرفتي كيف؟ وقعت التانية, صرنا نفزع من هالشي هذا, صرنا نفزع انه ما يهبط علينا الحمام. وبدنا نتحمم, ما فيك الا ما تفوتي على الحمام, ما فيك الا ما تتحممي, ما معقولة تروحي عند الجيران اللي بدنا نتحمم. هو مهدد البناية بدها تهبط, عرفتي كيف؟ ترك البيت وإجا قاعد عندي هون. عطيكم إنذار يا ايه؟ عطينا إنذار, فضوا. ومرته هلا عوز خليفة, وهان عندي عم ترعب يعني. بلش لك تطلع كله عم يفقع كله يعني, من خطر لخطر, من خطر لخطر. وين بدنا نروح؟ قلي لي نروح نقعد بالشارع بياخذ مليونين و100 دولار. ما في ايه, ما في رطوبة عفونة التختية, يعني الأرض عندي مشقشة, عند جاري تحتي يعني. قلت له أبو رامي أمتى مصير عنكم؟ ما بعرف يعني. بتنامي وقلبك بإيدك, قلبك على أطفالك, عم نربيهم بدموع عيوننا لنشوفهم لنعمل لهم مستقبل. قالوا في خطر وجابوا من البلدية وكل شيء, بس وين بروح؟ لكن أنا عمي حيط خرفان هوني, لأنه الحيط اللي وراه مهدد, البنية كلايت عليه ما بيسو, كله مشقشة ومعفن ورطوبة أكلته بعد إنه بدها توقع, عرفتي؟ ها في شباك ما فينا نقدر ندق في شيء, لأنه بدل ما عملت هيك بيوقع الحيط كلياته علينا. والله البلدية إجت وقفت تحت وقالت إنه نحن عم نعطي جايين مشان الترميم. قالوا لنا هيدا الحكي, وفي عنا كمان أبو علي تحت كان موجود حتى قال لهم, قالوا لهم جايين مشان الترميم. مضوا جارتي وطلعوا قالوا لي مضيت. هلا انا مضيت نزلت لقيت في انذار بالاخلاء. هيدا اللي صار يعني, لا جابوا سيره اخلاء ولا قالوا شيء ابدا ابدا. لقيت انه في انذار بالاخلاء تحت
ولانه البنايه مثل ما انهم كاتبين فيها، هلا بعطيكم الورقه اللي كاتبينها فيها، بس هن ما ذكروا شيء ابدا ابدا من هيدا الشيء. طيب يعني قالوا لكم في خطر واخلاء، انتم هلا عم تخلوا؟ لا لا ما فينا نخلي ابدا، نحن ما فينا نخلي ابدا، نحن ثلاثه بالبيت اللي خايفين بدهم يطلعوا حدا، املنا نص اوضه يعني مشتركه مع حدا، وثلاثه بدهم يبقوا بالبيت. مثل ابني الكبير منه خايف، قال انه قدر الله ما شاء فعل. والاب كمان نفس الشيء، كمان منه خايف، ما عم نام يعني من وقت الحقيقه، ماني عم نام ابدا. لانه في هون كمان، واليوم المدرسه كمان طلعت تعطيت، قالت انه في 100 بنت تحت، 100 بنت يمكن تقلب البنايه عليهم. ما خلى يدا حدا، البلدية بيقولوا لك نحن ما بنقدر نرمم، بيقتفوكي على الإغاثة، الإغاثة بتقلك أنا ما قلي على، أنا ما بقدر اتدخل، هذا قرار الوزارة هيك، إلا ما يصير دمار، تنزل مثل ما صار عندنا قبل هلا، يمكن جيت قبل هلا على المنطقة، بقول لك أنا هيك يعني بيجي الدولة بتعزي فينا، بيجي النواب النواب بيعزوا فينا لا أكثر ولا أقل، ورحنا حاولنا بدنا نستأجر بيوت، أقل بيت من 150 دولار نطلع، و150 درهم بس شهريا يعني، بيقولوا لك بدنا 6 اشهر لقدام وشهرين تامين، احنا بدنا من نجيبه، جينا على البيت نموت بكرامتنا ببيتنا لا اكثر ولا اقل، صار بيتنا مش مصدر امن، مصدر خوف، مصدر للموت عنا يعني. من يومين ثلاثه اهل طرابلس حسوا صارت هزه عنا، صريخ اولادي وزوجتي وصلوا مدري لوين، اذا طلع هوا شوي البيت بتلاقي عمل هيك البنايه، طلعت زاعه بنقول هلا بده ينزل البنايه، تبهتي كيف؟ حتى اقول لك ما بنخاف؟ لا انا بشعر بخاف مثلي مثل اي انسان، زوجتي بتخاف، هذا ابن بنتي عايش معي واولاد صغاره عايشين معي يعني، تبهتي كيف؟ بضايق الاولاد وزوجتي بيقولوا لي يا بابا ويا مرته، بتقول لي يا ابو العز هل نحن اذا صار شيء بنقدر نحن، انت كيف بدك تهرب؟ شفت انه انا مين بده يحملني؟ بل اني قال لي الله سبحانه وتعالى. معي عبر الهاتف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. مرحبا حضرة لواء. مساء الخير، يعطيك ألف عافية. مساء النور، الله يعافيك. حضرة لواء ما بعرف، بعتقد شفت معنا التقرير ولاحظنا كيف أنه يعني في ناس عم يطلعوا من بيوت آيلة للسقوط ليهربوا على بيوت أخرى آيلة للسقوط. بعد في مصاري بالهيئة العليا للإغاثة لمعالجة هذا يعني أولى تتدخل بهيك مواقع او مواضع؟ لا، اول شيء بالقانون تبع الهيئه. تفضل. القانون تبع الهيئه انه هو بينفذ اوامر مجلس الوزراء او رئيس الحكومه. ايه. اكيد الاعتمادات المصاري نحن حتى نقدر ننفذ فوت على اي محل غير المبادرات الشخصيه اللي نحن بنقوم فيها، يعني بعض الحين شفنا على ارض كثير ممكن مبادرات إنسانية نحن فيها. بس تعلونا صوت اللواء أكثر لنسمعه لو سمحتوا بالرجي. ما نحن ما ندى نتدخل بأرام مجلس الوزراء لا يحدد مين الجهة اللي بدأت تنفذ، يمكن يكون النائب العمار، يمكن الأشغال، يمكن البلدية، يمكن الإغاثة بعد ما تصير الحوثة، وتحديد الاعتماد أهم شيء، تحديد الاعتماد. يعني أنتوا المصاري بش معكم، مجلس الوزراء هو اللي بيحدد الاعتمادات، هذا اللي عم تقول. أوكي. صح تماما. كانوا كتير يعني انت شايف احداث كتير اللي عم بتصير، مش اول البنت السبيشالي في مكتب الامريكان الله يرحمها، مش اول حادثه، صار كتير حوادث. ايه طيب. ونحن رفعنا عده توصيات، واخر مره مش اسبوع توصيات رفعناها بمؤتمر المهندسين اللي انعمل لهذا الموضوع في نقابه المهندسين تبع طرابلس. كمان يعني احنا عم نقدر في منظمات اغاثيه يعني عم تقدر نحن نتواصل معها باسم مبادرات فرديه نحن عم نعملها، يعني مثلا منظمه الاغاثه الاسلاميه يعني كانت امبارح كانت النهار ونزلت في حوالي تحت القلعه، وهيدي الاوضاع الخطيره شوي حوالي يمكن 20 30 بيت، يعني بس هيدي عم بتشوف انه منطقه يمكن ليال شافت برمت وشافت منطقه كبيره هي من اللي حولها اللي بدها تدعيم، وهيدي منطقه احداث كانت واشتبكات على مدى 20 سنه. أوكي. يعني بدها سرعه بالتنفيذ، يعني مثلا مجلس المال الاعمار بيجيه بيت بيجيه كروت، ممكن الاقتراحات اللي اقترحناها نحن انه يخصصوا موضوع لهذا او صندوق تبرع
لهذا الموضوع، يعني في اقتراحات كثير. واهم شيء هو حقيقه طلع مرسوم لهذا معالجه هذه المواضيع من سنه، طلع مرسوم مجلس الوزراء بيكلف وزير الداخليه وخمس وزراء معه لجنه، يعني تقريبا برئاسته لمعالي الوزير انه يندرس هيدي المواضيع وينعمل احصاء كامل لكل المباني اللي هي مهدده بالسقوط او بالتدريب، من تقريبا مثل هالايام طلع المرسوم. إيه؟ والمفروض لازم يكون باشر اوقات يمكن يرفعوا او شيء، من يعرف ما عاد اجانا شيء يعني في الموضوع. إيه؟ بس هذا المرسوم اهم شيء، يعني اللجنه، هاي اللجنه اللي عم تحكي عنها تنفذ وتحدد المباني اللي هي مهدده بالسقوط. إيه؟ والحلول لازم ينعرض على مجلس الوزراء حتى يتخذ موضوع ويتعالج. بس هي التوصيه اللي سمعناها نحن بعتقد هي حل مبادر سريع ممكن نقدر نعالج. اوكي، يعني بفهم منك عملا باللي المفترضة انه انتم بحاجة لقرار مجلس وزراء لا تتدخلوا بهيك مسائل، لانه مجلس الوزراء هو يلي بيصرف لكم الاعتماد، صح ام لا؟ او بحدد لكم؟ صح، مضبوط تماما. فاذا يعني وهلا ما في مجلس وزراء الا للامور الملحة، وافترض بانه هاي الامور يعني بالنسبة للتجاذبات السياسية الموجودة حاليا منا من الأمور الملحة. بس يعني هاللجنة اللي عم تحكي عنها مثل ما عم بفهم منك ما رجعت طلعت بتوصيات أخيرة، ولا طلعت توصيات أخيرة؟ ما نحن ما وصلنا شيء لعنه، ما وصلنا هذا المرسوم. إجانا كلفت لجنة برئاسة الوزير وفي مع خمس وزراء لإحصاء، مفروض البلديات تكون هي عملت الإحصاء، لأنه مثل ما بتعرف ممكن شرحت لها هذيك المرة لما دام ليال إنه في القانون اللي بيقول 646 مادة 18 ببند 8 9 10 كل مواطن مسؤول عن ملكه وصيانته وكل شيء. يمكن يصير في خلافات بين الملك والمستاجر، يمكن يكون في تأمين، يمكن في هدف، في أشياء كثير. مثل ما شفت المنطقة فقيرة ومحرومة من كافة المباني. بس حضرتك ذكرت كمان إنه إنه جزء من هذه المباني كانت موجودة بمنطقة حصل فيها اشتباكات، وبالتالي يعني شو خصه هو مواطن؟ صحيح. هاي المناطق اللي يعني اللي كانت موجوده على خط الاشتباكات، يعني بنحكي عن جبل محسن شارع سوري، انه هون الدوله بوقتها لما كان عم بيصير في يعني تتضرر هذه المباني، كان الهيئه العليا للاغاثه عم تعوض عليهم بوقتها. الخط التماس اللي قدام اللي كان قدام شيء، هذا الخط الخلفي اللي هلا اللي مدام هي اللي برمت فيه وشايف، وهذا الخط الخلفي. ايه؟ هذا يمكن كان ينزل عليه كذاب ومنطقه شعبيه كثير. ايه؟ في مقاسي فيها، بس يعني الخط التماس الاساسي تقريبا ترمم الواجهات، بس اما تدريم الاساسي التدريم كله هذا مكلف جدا. لذلك يعني مثل ما حضرتك كنت عم تحكي عن الجامعه، يعني الجامعة هلا هو مثلا يعني أهم من حل هذه المشكلة، بين رئيس جامعة أو نكيب مهندسين، هذا في اختبارات للبطون للحديد، مثلا وزارة التربية عندهم وحدة هندسية، هيدي بتكلف المختبر بيكشف بيعمل اختبار بده 20-25 يوم ببين إذا هذا الحديد أو البطون مش صالح للسكن، وبيعطي النتيجة سريعة، يعني ما بدها خلافات ولا بدها شيء، وإن المهندسين بيعرفوا هالشيء، المفروض ما يكون في خلافات. طيب حضرة اللواء، إذا نحن بدنا نبطل عم نحكي وبنعرف حضرتك، مثلا أنا حكيت كنت عم بتواصل مع المدارس والجامعات وقالوا إنه مثلا مدرسة المستقبل كان عندك جهد خاص قمت فيه بموضوع مدرسة المستقبل لتلاقي لهم مبنى آخر، بس اللي عم نشوفه إنه أيام يا إما عم نروح من مبنى خطر إلى مبنى أقل خطرا بس في خطورة، أو مثل ما شفنا الصبي اللي بالتقرير الشاب اللي راح من بيته لأنه مهدد ومرته حامل إلى بيت أمه يلي هو أيضا مطلوب منه إخلاءه، فما في حلول واضحة عم بتصير. يعني هلأ إذا بدنا نحط مسؤوليات اليوم ليكس مدام ليال، بس بهالنقطة هيدي اللي بدش عم بسمع بلفت النظر، انه كل مواطن مرسول، اذا المواطن مش بالقانون هذا، اذا مش قادر هو وتبين حقيقة انه مش قادر هو يرمم او يدعم بيته، بده يلجأ على البلدية، هذا القانون، البلدية مفروض عليها انه هي ترمم له وتدعم له وتعمل له اللي بده اياه وتحجز عليه حجز امتياز، انه ما بدي اها يعني في مسؤولية على البلدية هون. صح، إذا كان البلدية مش قادرة وما عندها الدعم المالي ترفع الطلب تبعها فوري لعند المحافظ أو لعند وزير الداخلية مباشرة، الذي هو بتلقائيا بحول الملف كله لمجلس الوزراء. بس أنا عندي سؤال، لأنه يعني طبيعي وبديهي ينسأل بهالحالة،
انه في آلية رقابية على يعني، لانه في واحد يمكن يقول بتعرف مثل ما بكل شيء بهذا البلد واحد يفتش من هذا الباب ليشوف كيف ينفوت ببوابة اخرى من التنفيعات والتلزيمات اللي بتصير دائما. اموال هاي العليا للإغاثة هي تخضع لآلية رقابية ولا لا؟ يعني هل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة؟ كل اعتماد بيطلع بيروح دغري على ديوان المحاسبة، ما مصدر شيء لك رقابة سابقة ولاحقة ولا رقابة سابقة بس رقابة لاحقة؟ سابقة ولاحقة. سابقة ولاحقة. حضرة اللواء سؤال أخير، المساري اللي حضرتكم كهيئة عليا للإغاثة قدمتوها لمدينة طرابلس قدي تقريبا وصل مبلغها؟ عم بحكي بمواضيع الترميم يعني بموضوع الترميم. عندك فكرة؟ والله مش يعني لو قلت لي بعطيك المبلغ قديش بس مش نرجع منتابع معك للحلقات لأنه لا لأنه صار في أكيد كتير دفع من الأموال بس بمحل ما عم نلاقي أي نتيجة، يعني بدنا نبحث أيضا وين راحت هذه الأموال ونبحث فينا إذا 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 كان في تعويضات أضرار، كان في تعويضات أضرار أكيد. أوكي إذا إذا تعرف أنت فات في 20 جولة معورك كان في قدم لكم بطلب وبنحصل على هالمعلومات منكم، نكون ممنونين إذا قدرنا نحصل عليهم. عموما أنا حضرة لواء بتشكرك على هذا على هذه المداخلة. ليال أنت كنت كمان خلينا نسمع البلدية رئيس بلدية بما أنه عم بيقول أنه كمان في جزء من المسؤولية على البلدية وإذا البلدية مش قادرة بدنا نروح على الهيئة العليا عبر مجلس الوزراء. خلينا نشوف شو قال رئيس البلدية بطرابلس من خلال هيدي المقابلة اللي أجريناها معه. تعبنا أول شيء تشعبات والأماكن اللي قايلة للسقوط متصدع صعب الوصول لها كتير بعض الأحيان كونها معظمها بالمدينة القديمة، وتالت شيء ضعف الإمكانيات المادية، يعني نحن ما عم نقدر نلبي حاجات العالم علما أنه هي مش على البلدية. يعني خليني أقول يمكن 80-90% من اللي عم نشوفه أو المتصدعين هيدا كله أملاك خاصة، فعلى المالك هو اللي يدفع تكاليف الترميم، ولكن للأسف قسم كبير منهم وكبير كتير هيديك المناطق يعني وضعهم المادي يعني تعبان، خليني أقول ما بدنا نقول أكتر من هيك، وما قادرين يعني يقدروا يصرفوا على الترميم إن كان مالك وإن كان مستأجر. لذلك هذا موضوع كبير شوي، كبير على أي بلدية وعلى أي نقابة مهندسين طبعا ما لها علاقة بهالشغلات أكثر ما أنه هي يعني دورة تكنيكال تروح بتكشف وبتقول في هيك وفي هيك وفي هيك، فبده يكون في يا أما دول مانحة يا أما الدولة هي تسعى لحتى تأمن شي مبلغ وتصلح هالأبنية لتساعد هالعالم، لأنه الحقيقة في وضع تعبان كتير بالميات، خليني أقول يمكن نوصل للألف بس يعني ما كلهم بنفس المستوى من التصدع أو من قابلين للانهيار. يعني خلال هالثلاث أربع سنين الأخرانيات زاد الوضع سوءا، لأنه أنت عندك سنتين بين مظاهرات وبين الكوفيد 19، يعني بتعرفي ما حدا تحرك ما حدا ضرب ضربة، يعني حتى اللي معهم فلوس ما كانوا قادرين يصلحوا أو يعملوا شيء نظرا للأمراض وهالشغلات. فأنا بعتقد أكيد الوضع أسوأ يعني من الستاتستيك اللي عاملينها. طبعا في ناس في خطورة على أرواحهم، ولكن نظرا لضيق الأحوال المادية ما عم يقدروا يتركوا، يعني بيقول لك وين بدي يروح، انه ماشي الحال ببعد بيعمل بيترك. بس عدد السكان يلي مهدد بيوتهم ومتصدع بالخطر يعني مش اقل من 2000 شخص، مش اقل. يعني هذا لازم يكون من الاولويات. اكيد اكيد من الاولويات اكيد. كله هلا بهالايام عم يرجع للامكانيات الماديه، ما فيك تعملي شيء بلا الامكانيات الماديه.
طيب يعني هو كان ذكر عن انه ما في مصاري. نحن يعني كان عندنا فريق عمل صار فتره مشينا بيتقدم من عدد من البلديات مش بالضروره باسمنا مباشره بطلبات يعني حق حصول المعلومات على قطع الحساب للبلديات خصوص البلديات الكبرى. ما بعرف صراحه بلديه طرابلس اذا كنا تقدمنا لها بطلب ولا لا. في حال ما كنا تقدمنا لها بطلب راح نتقدم بطلب لنشوف قديش شو حجم الانفاق وعلى شو انفقت مسائل ببلديه طرابلس. انا ما عم لوم مسبقا بس انا عم بقول هذه معلومات يجب ان تكون متاحه خصوصي بموضوع البلديات لتقدر الناس تحاسب البلديات خلال الانتخابات، لانه هذا هو مفهوم الديمقراطيه المباشره، يعني مباشره بتمثل بالبلديات الامور مش مثل الدوله لما بتكون الامور كتير يعني في مركزيه الدوله والعالم عايشه بالاطراف، لا هذا كل واحد ببلديته بحاسبها مباشره على اساس شو صرفت وشو اجاها عائدات لكل بلديه. ونحن عم نحكي عن موضوع حساس وحيوي هون يتصل بامن الناس. عموما عم اقول نحن يعني بلديه طرابلس وغير بلديات رح نتقدم او تقدمنا مسبقا بطلبات للحصول على قطع حسابها. ليال تفضل. في انت في خريطه حراريه عملناها نحن بنسميها حراريه بموضوع المباني ان كان قسمناهم نحن بدايه لابنيه سكنيه، ابنيه تعليميه، وابنيه ايضا تراثيه. نحن الابنيه التراثيه يعني حتى او الابنيه السكنيه لما كنا عم نشتغل بطرابلس وكنت حضرتك كمان موجود، حلوه حضرتك هيدي، وكنت انت موجود بطرابلس عم نشتغل مع جمعيه ليزر على موضوع الاستقصاء بطرابلس مع شباب وصبايا. صح. في صبية اسمها مجد الوعري هي كانت عم تشتغل أيضا على موضوع الأبنية لأنه هالقد عندهم رعب، والصبية اللي توفت الطالبة اللي توفت هي جارتها بمدرسة الأمريكان. توفت هي جارتها يعني ساقبت اشتغلت على التحقيق قبل، عم بحكي أنا معها بعدين قالت لي حتى الطالبة اللي توفت هي جارتي. يعني هيدا الرعب اللي عايشين فيه. يعني أول ما قلنا لهم في موضوع استقصائي دغري الموضوع اللي هو بدهم إياه هو هيدا الموضوع الأبنية المهددة بالانهيار. وقتها هو جميع عم تحكي عن طلاب عايشين بالشمال. طبعا طلاب عايشين بالشمال كنا عم نشتغل معهم لتدريب استقصائي. قدام موضوع حيوي ومهم للناس هنيك. صح. فهيدا الموضوع يلي هو عن جد موضوع أساسي، موضوع ملح، موضوع يعني ما بقدر أنا أوصفه، لأنه أنا لما نزلت لتحت مع فريق العمل طلعنا صايبتنا كآبة. ما رح نقول إنه نحن قادرين نحس بوجعهم مثل ما هن عايشين. نحن ضايقنا وانزعجنا نهار نهارين مشي حالنا. ما رح نكذب ونقول نحن بعدنا قاعدين عم نبكي كل يوم على هذا الوضع، لا، بس ما فينا ننسى هذا الوضع. هن عن جد عم يبكوا كل يوم، عم ينرعبوا كل يوم، كل ما يصير في هزة مثل الهزة الأرضية يلي حسوا فيها أهالي لبنان من فترة قليلة أسبوع الماضي. هن عاشوا الرعب، هن خافوا لأنه أبنيتهم عم بتهز لأنه ما بينطلع عليها. وروحوا شوفوا بأعينكم أنتوا المسؤولين يلي سارحين مارحين، روحوا شوفوا شو عم بيصير هونيك. ما فيكم تتركوا هذا الوضع، هذا موضوع ملح، لاقوا الحل اللي بدكم اياه. رئيس البلدية بيقول لي أولويات، الهيئة العليا للإغاثة بتقول أولويات، كل الناس بتقول أولويات، ولكن المسؤولين أنتوا عليكم أنكم تلاقوا حل سريع. ما بعرف شو بتعملوا، الحل عندكم بهذا الإطار، لأنه تما نكون عم نحكي بس لنعرض ونحكي مثلهم ونستنكر. نحن ما همنا فقط نستنكر، نحن عم نقول قدي الوضع خطير وقدي لازم أنتوا بقى يعني تتحركوا شوي، تتحركوا شوي. في أزمة اقتصادية هيدا أهم، هون واقع خطير، في ناس رح تخسر حياتها. رياض وسقط مبنى قدام مدرسة العهد يلي صورناها ومدرسة مستقبل وحطيناه بالتقرير البداية، سقط مبنى، انهار مبنى، صار في أيضا ضحايا بهذا المبنى. اليوم رحنا عبارة عن كومة زبالة، نفايات مجمعة وكومة حجارة. هو لأنه للأسف ليلا مضطر واحد يقولها، لأنه يعني بتحسي أوقات بالنسبة للحكومة كأنه حياة الناس اللي عايشة على الأطراف يعني أقل أهمية من حياة الناس اللي عايشين بالمدن الرئيسية. يعني طبعا ما بحكي بس على الشمال، عم بحكي على يعني حتى يعني بالبقاع والهرمل، بتحسي أنه منطقهم بأنه هنيك الأمور أقل وطأة من أنه إذا بتصير، حتى شوفي إذا بتصير شيء كارثة معين، يعني مش مثل إذا بتصير بالمدينة. يعني أنا بفهم هذا يكون له علاقة بالتغطية الإعلامية على اعتبار أنه مركز مديني ومش عارفه، بس كدولة لما كنا عم نحكي عن النمو متوازن هذه هي البديهية. بس ما بننسى أيضا المبنى بالأشرفية يلي كمان ضحايا كتير خسروا حياتهم. يعني قصدي في كتير مبانا حتى ببيروت تحديدا. صحيح. هن حتى بالعاصمة ببيروت منه فرقانة معهم، ما قاشعين، ما هن ما شايفين، ما هن لو بينزل
بيتصلوا بيشوفوا اكثر. فينا نقول انه بيروت يعني اللي نحكي الوضع المدن اخذ ما اكثر من اطراف، هذا قصدي اقوله. طبعا طبعا، بس مدينه بيروت حتى رغم انه اخذ شوي اكثر فيها وضع ايضا رح نرجع نحكي فيه بحلقات مقبله، في وضع خطير جدا ايضا بالابنيه يعني، ورح يكون عندنا لقاء ايضا مع نقابه المهندسين ببيروت لنحكي عن هذا الموضوع. بس نحن حددنا بالشمال لانه الوضع يعني بيستدعي التحرك اليوم ومبارح قبل اليوم حتى، فان شاء الله يكون في اذان صاغيه لهذا الموضوع. شو الخريطه اللي بينت عنها؟ شو هي الابنيه عرضناها في مجموعه، بس هيدا الخريطه لنوضحها، في مجموعه قرارات ايضا بنقابه المهندسين انشغل والبلديه طرابلس ايضا انشغل على يعني مسح للمباني، هيدا تقرير واحد منهم يلي في مجموع العقارات هن 322، مثل ما قال رئيس البلديه هن ممكن يوصلوا للالف العقارات يلي هي مهدده، ال 322 هي اكثر عقارات يعني اليوم عم يصير في حتى انهيارات فيها على الشرفات. منشوف هذه الخريطة جربنا نحط فيها العقارات كلها، هون بالتحديد عم نحكي يعني كان في خريطة مساحة حطينا العقارات هي تماما شو هي. لما نحكي عن 322 عقار واضح بالأصفر انه هن مهددين، هول 322 عقار مش يعني 322 بيت، كل عقار منهم رياض بيكون عليه بناية، وهون يعني مش هيك وصل العدد عم بيقول للألفين، وبرأي المهددين حياتهم هني أكتر من 2000 شخص بطرابلس. منشوف الأخضر هن المدارس يلي مذكورة بتقرير نقابة المهندسين الأخير. إذن هيدي البقعة من العاصمة نتخيلها، بس هيدا جدول واحد من الجداول يلي معمولة بالنقابة وبين البلدية والجهات المانحة. إذا منطلع منشوف هيدي الصورة رياض يعني بتستحلي مطرح ما يكون في لون، عم بتشوفها تماما. هذا طبعا احنا فريق الاعداد عندنا طبعا عملناها بس لحتى نفرج الوضع. سمين ادهم رفاعي هو اشتغل عليها انطلاقا على الداتا اللي ما طبقناها وحطيناها على الخريطه، وهيدا الوضع بفرجه. اذا بدنا نروح على الجداول لحتى نشوف بعض العقارات وعم نشوفها على الهواء مباشره، هيدي العقارات كلها سوا بهيدا الجدول بالتحديد بنشوف قد ايه في امور وجود تشققات ظهور لحديد التسليح، يعني واضح قد ايه في ظروف بناء وهيكل يجب دعم تدعيمه وترميمه سريعا جدا. منكفي ايضا منشوف تساقط كتل باطونيه مثل ما عم نشوف هون، ايه هو قريناهم الحلقه الماضيه، تساقط كتل باطونيه من اسقف البلاكين وظهور حد يعني عم هالقد السلام العام حتى على الماره، يعني مش بس الساكنين داخل هذه الابنيه عم بيعانوا انما غيرهم. منكفي ومنشوف كمان ايضا تشققات بالجسور، وجود تشقق واهتراء في الى اخره، انهيار هيدا بس عنزل نذكر عنه هذا التقرير نقابه المهندسين بالشمال، يعني مش بقى هيدا التقرير المصادق عليه من البلديه ومن النقابه ومن الجهات اللي كانت عم تشتغل. سوري مصادق عليه صح. يعني هيدا التقرير تماما دقيق للعقارات يلي ما صار فيها ابدا اي تحسن، يعني دايما بنعمل تقرير مشكورين على الجهد بس ما في شيء على ارض الواقع. يعني انا اذا كنت ساكنه ببيت ونهار علي وماتت فيه انا، انه بعدين بتقولوا ليكوا نحن عملنا شغلنا بس ما حدا تحرك، يعني بس تنعرف كيف. لا ما قال لك في لجنه اجتمعت ايه بس انه كيف بس لانه رياض لانه اللجنه انا برايي لازم تكون مؤلفه من الناس اللي قاعده بهالبيوت حقيقه، لانه ما حدا بهمه يشتغل على الموضوع الا الاشخاص يلي هن قاعدين داخل هذا الخطر اليومي يلي عم بيدهمهم يلي هن عايشين هيدا الرعب حقيقه، ما حدا حيحس باللي هن عم بحسوه. على كل حال يعني احنا اذا في نواب من الشمال او اقله يعني محسوبين على تيار التغيير المفروض ان يكونوا عم يتابعوا هذا الموضوع من موقعهم النيابي. رئيس الحكومه من الشمال مشكور الحلقه، ما بدي اقول مشكور لانه واجبك الحلقه الماضيه، لا مشكور لا ما بدي اقول مشكور، ما انا قلت دغري لحقت حالي لاني انا ما بحب اشكر اساسا. شغلته هيدا واجبهم طبعا بس الفكره انه الحلقه الماضيه مع الزميل هادي الامين عملته بيان وكرمال موضوع امن الدوله رح يتابع هذه الحلقه. حضرتك من الشمال مع انه انت معني بكل لبنان بس هذه المدينة وبتعرف تماما العقارات اللي عم نحكي عنها بظن وظهر المغر والوضع المأساوي اللي موجود بطرابلس، ما عليه مشوار جديد بركي هيك بيرجع الحماس، بترجع بتشوف هذه المأساة عن قرب دولة الرئيس وبتاخد تدابير فورية وبتخلي الهيئة العليا للإغاثة تشتغل بهذا الإطار أو ما بعرف كيف بتحركها بأي طريقة، ضروري يتم التحرك قبل ما نروح نبكي ونستنكر بعد ما توقع المأساة.
طيب هلا بعد عنا مين اخيرا؟ بعد عنا مقابله مع نقيب المهندسين. نرجع بنشوف النقيبين يعني. طبعا احنا اختصرنا موضوع الجدول الرياض لانه طبعا حكينا بكثير نقاط هذيك المره. واضح يعني بعتقد الناس اللي طلعوا حكيوا بالتقرير الجوله كيف كلامهم والصور اللي شفناها اقوى من مؤثر اكثر من الوصف طبعا وهي الكتابه صحيح. طيب نشوف شو قال نقيب المهندسين بالشمال. الحقيقة هو هيك الوقر اللي صاير اليوم. ما تتعجبي إذا في ساعة من الساعات سمعتي خبر وقعت بنية أو وقعت مدرسة أو وقعت كلية. نحن قدمنا كل التقارير لوزير التربية، لرئيس الجامعة، للجنة الأشغال العامة بمجلس النواب، ولكن بعد تقارير ما صار في خطوة على الأرض، ما صار في أي علاج على الإطلاق، ما صار في إصلاح لسقف واحد، لمبنى واحد. وما في، انا مع الاسف بدي اقولها بكل صراحه لكل المسؤولين، لوين بدنا نوصل؟ ما في شعور بالسلامه العامه واهميه السلامه العامه عند معظم المسؤولين بلبنان. الموضوع خطر جدا، في مباني قد يحصل فيها انهيارات سريعه يجب معالجتها. قدامنا نحن اقتراحين اساسيين، اما بواسطه بلديه، اما بواسطه منظمات دوليه، حتى نحط فينا نعملها خلال 6 شهور، نأمن بالحد الأدنى المباني المتضررة بشكل كتير كتير كبير. في عنا 3 مدارس بعكار، في عنا 2 مدرسة بطرابلس يجب إغفالهم فورا، غير الأبنية السكنية العديدة اللي تجاوزت 100 أو يمكن 500 أو 600 مبنى. مطروح ما في شعور بالمسؤولية بالسلامة العامة عند الدولة وعند القائمين بالدولة. لنشوف كيف راح يتم متابعة هذا الموضوع بما أمكن. ما بعرف عم نحكي نحن شغلتنا كإعلام نسلط الضوء على هذه المسائل. مثل ما قالت ليال نحن حنطلب من هيئة الرعاية الإغاثية يعني نقدم لها بطلب لنحصل لنعرف قديش انصرف من هيئة العليا للإغاثية على ترميم المباني في الشمال ومدينة طرابلس تحديدا، وراح نطلب قطع حساب بلدية وزارة الأشغال كمان بس احنا هذا شغلنا كصحفيين بنعمله، أما التنفيذ على الأرض وهيك فهذا شغلة الحكومة يعني مش شغلتنا نحن. بالحلقة اللي جاي ليال أنت راح تفتحي موضوع الأسبستوس، وطبعا ملف وزارة التربية شغالة عليه، وكمان ضروري العالم تفهم يعني خصوصي بوزارة التربية إنه يعني إحنا لما مفروض تكونوا بتعرفوا تاريخكم معنا، إحنا بس نواجه حدا ونعمل معه مقابل مع حدا وما نعرض تاني أسبوع أو تلت أسبوع ما أنا ترحم معه مشغل على الملف. سيدة سونيا خوري بتعرف عملت معها المقابلة بأيار، نشرت التحقيق ببعد يمكن شي 6-7 أشهر صحيح، لأنه نحن ما بنشتغل بمنطق بزق لزق كذب لزق او كذب لزق مثل ما بتشتغل بعض المواقع والصحف، لا احنا بنشتغل يعني شغلنا بياخد وقت، منه شغل هيك يلا هات ايدك والحقني، فعادي وتقول يعني خلص خليك رواق رواق، حنعطي حق المعني حق الرد واللي له حق له يعني شو بحق بياخده عادي، ما بدها هالقد ما توتروا هالقد توتر او لقلكم توتروا لا بس دلين. توتر دليل تورط لا خليهم يتورط او لا خليهم يتوتروا حتى يتورطوا ما عندي مشكله عموما.